السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن الديكريبشن بتاع الدي اي اس. الالجوريزم بتاع الدي اي اس مشروح في المحاضره الرابعه اللي هي الصوره دي، كان مشروح الانكريبشن بس، لكن الديكريبشن سيلف ستادي المفروض احنا نذاكره مع نفسنا عشان الدكتور قال ممكن يجيبه في الامتحان، فانا دلوقتي هشرحه في الفيديو ده. اول حاجه دي اللي قدامنا الخطوات بتاعه الانكريبشن، كان بيتكون من حاجتين. الجزء اللي على اليمين ده كان الجزء اللي هو بيجنريت الكي، كنا محتاجين ان احنا نجنريت 16 كي بنستخدمه، والجزء اللي على الشمال كان عملية الانكريبشن نفسها. فاحنا الجزء اللي على اليمين مش هيتغير، احنا هنعمل برضه نفس الخطوات اللي احنا كنا بنعملها عشان نطلع ال 16 كي. كان بيبقى مدينا كي 64 بت، بندخله على جدول اسمه بي سي واحد او بيرميتد شويس واحد، كان بيحول الكي من 64 ل 56 بت، وبفضل اعمل له شيفت 16 مرة. فال 16 ناتج اللي بيطلعوا دول كل واحد منهم بيدخل على بي سي 2، كان بيحوله من 56 بت ل 48 بت، وهم دول كانوا بيبقوا 16 كي بتوعنا. فاحنا كده في الديكريبشن برضو هنعمل نفس الكلام، هندخل الكي على الحاجات دي لحد ما نطلع ال 16 كي. اللي هيختلف بقى في الديكريبشن الجزء اللي على الشمال ده. احنا كنا في الانكريبشن ماشيين من فوق لتحت، ان انا عايز احول البلين تكست لسايفر تكست. دلوقتي بقى في الديكريبشن هنمشي من تحت لفوق، هنبقى يعني احنا بادئين من السايفر تكست وعايزين نوصل للبلين تكست. فاحنا اول حاجه هنعملها لو عايزين نرسم رسمه بتعبر عن الديكريبشن، هنعكس اتجاه الاسهم اللي في الجزء اللي على الشمال ده، هنخليها من تحت لفوق. تاني حاجه الخطوه بتاعه الانفرس انيشال بيرميوتيشن، والانيشال بيرميوتيشن دول هنجيب لهم الانفرس بتاعها. فكان عايز اجيب الانفرس بتاع الانفرس بتاع الانيشال بيرميوتيشن، فالانفرس بتاع الانفرس هو نفسه الانيشال بيرميوتيشن. فكده اسم الخطوه دي هيتغير، بدل ما كان اسمه انفرس انيشال بيرميوتيشن، فكده كتبنا الاسامي بتاعه الخطوتين دول الاسامي الجديده على الرسم. برضو الخطوه بتاعه ال 32 بت سواب عايزين نعملها انفرس. فانا كنت في الاول بعمل سواب لل 32 بت مع بعض، بجيب الليفت رايت والرايت ليفت، يعني الليفت بيجي هنا بيبقى رايت والرايت بيبقى ليفت. لو انا عايز اجيب الانفرس بتاع الخطوه دي، كل اللي هعمله ان انا هعمل سواب مره تانية على الناتج ده. فانا لو جيت اعمل سواب تاني، يعني الاصفر هيجي على اليمين واللبن هيجي على الشمال، الاقي ان هو ادالي نفس الشكل الاصلي بتاعه. فانا كده الانفرس بتاع ال 32 بت سواب هي نفسها، هتفضل برضو بنفس الاسم، يبقى انا مش هغير اي حاجه في الخطوه دي. كده فاضل بقى نجيب الانفرس بتاع ال 16 راوند دول. فكده الاسامي بتاعت ال 16 خطوه دول بدل راوند واحد راوند اتنين راوند تلاته، هتبقى هنا انفرس راوند 16، انفرس راوند 15، لحد انفرس راوند واحد. فكتبنا انفرس هنا في المستطيلات دي. دلوقتي بس فاضل نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط في الانفرس بتاع الراوند. طبعا الخطوه بتاعه الانيشال بيرميوتيشن والانفرس انيشال بيرميوتيشن احنا عارفين ايه اللي بيحصل فيهم، لان هما نفس اللي موجودين في المحاضره. يعني الانيشال بيرميوتيشن ده الجدول اللي كان موجود في اول المحاضره، او قصدي موجود في السلايد رقم 38، اللي هو كان بيبقى فيه عندي جدول 8 في 8 يعني 64. هو نفس اللي حصل في الانكريبشن احنا هنعمله في الديكريبشن. برضو في الانفرس انيشال بيرميوتيشن هو كان شارحها في اخر المحاضره، برضو جدول زيه بس العناصر فيه مختلفه، اللي هو الجدول ده. يبقى احنا كده في الخطوتين دول اللي هما الانيشال بيرميوتيشن والانفرس انيشال بيرميوتيشن هنعمل نفس اللي اتعمل في المحاضره بالظبط. والسواب مش محتاجه شرح، احنا كل اللي نعمله بس هنبدل كل 32 بت مع بعض، هنجيب ال 32 بت اللي على الشمال نخليهم ناحيه اليمين والعكس. فدلوقتي بس هنعرف ايه اللي بيحصل في الانفرس بتاع الراوند. فاحنا كنا بادئين بال 64 بت سايفر تكست بلوك، عايزين نطلع من تحت لفوق لحد ما نوصل للبلين تكست. فبعد ال 32 بت سواب بيكون معانا الجزء ده بنسميه L16 وR16. لو نفتكر في المحاضرة في الجزء بتاع الانكريبشن، لما بكون خلصت الراوند 16 كان بيبقى عندي حاجة اسمها L16 R16، اللي هو البلوك بتاعي كان متقسم ليفت ورايت يعني. فهنا برضو وانا طالع من تحت لفوق هبقى داخل بال L16 وال R16، وبيبقى داخل على الراوند دي الكي رقم 16. احنا طبعا خلاص كوننا ال 16 كي بتوعنا بنفس الطريقة بتاعت اللي كانت مشروحة في الانكريبشن، فانا كده خلاص عارف الكيز بتتعمل ازاي.
فدلوقتي بقى يبقى الانبوت بتاع الراوند بتاع الانفرس راوند 16 هو ال L 16 وال R 16 وال K 16، والاوتبوت بتاعها هو الليفت والرايت اللي قبل ده اللي هما الليفت 15 وال R 15. طيب نفس الكلام برضو في الانفرس راوند 15، الانبوت بتاعي L 15 R 15 وال K 15، وعايز احسب منه ال L 14 وال R 14 اللي هما هيدخلوا على الانفرس راوند 14. هقدر اكرر الكلام ده لحد ما هاجي عند الراوند واحد، هيكون الانبوت اللي داخل لها ال L 1 وال R 1 وال K 1، والاوتبوت هو ال L 0 وال R 0. ال L 0 وال R 0 ده هاجي اعمل له انفرس انيشال بيرميوتيشن، وهيطلع الناتج النهائي هو البلين تكست اللي انا كنت عايز احسبهم في الاول اللي هو الناتج الديكريبشن النهائي. طيب دلوقتي عايزين نسمي اسامي عامه للانبوتس والاوتبوتس بتاعت كل راوند. لما كانت الراوند رقمها 16 كان ال L وال R وال K 16 وال L وال R اللي خارجين 15، ولما كانت الراوند 15 كان ال L وال R وال K اللي داخلين 15 واللي خارجين 14. يبقى انا كده بوجه عام لو اللي داخل رقمه n مثلا يبقى اللي خارج رقمه n ناقص 1. فاحنا دلوقتي عارفين ال L n وال R n وال K n، دول بالنسبه لي الانبوت اللي داخلين على الانفرس راوند، والاوتبوت بتاع الانفرس راوند هو ال L of n minus 1 وال R of n minus 1. فكده التلاتة اللي عليهم علامة صح دول معلومين بالنسبة لي، واللي عليهم اكس دول مجهولين عايز احسبهم. كان في الانكريبشن كان الليفت الجديد بيتحسب ان هو نفسه الرايت القديم، فانا اوريدي عارف الليفت الجديد، فانا ممكن اجيب الرايت القديم منه، يبقى هقول ان ال R of n minus 1 هو نفسه ال L of n، يعني هعمل السهم ده في الاتجاه العكسي. يبقى كده ال R of n minus 1 أصبحت معلومة بالنسبة لي، ناقص أعرف ال L of n minus 1. فطالما دلوقتي عرفت ال R of n minus 1 ممكن أدخله على نفس الفانكشن اللي أنا كنت بستخدمها في الـ encryption، هي والكي، إن أنا هعمل expansion لل R of n minus 1، هحوله من 32 بت ل 48 وآخده XOR مع الكي، وبعد كده أعمل substitution احول من 48 بت ل 32 بت، وبعد كده اعمل برميوتيشن ليهم. فكده الكلام ده كله اقدر احسبه، يبقى الجزء ده اللي هو اللي داخل على الاكسور تحت يعتبر معلوم بالنسبه لي. واحنا عارفين من الانكريبشن ان انا كنت بعمل للليفت اوف ان ماينس 1 ده اكسور مع اللي كان طالع من الفانكشن علشان احسب الرايت الجديد. فاحنا دلوقتي من خصائص الاكسور، انا دلوقتي انا عارف الرايت والار اوف ان ده، وعارف اللي خارج من الفانكشن، وعايز اعرف ال اوف ان ماينس 1. فمن خصائص الاكسور ان طالما الاثنين اللي كانوا داخلين فوق دول الناتج بتاع الاكسور بتاعهم هو اللي تحت، فانا لو خدت الناتج اللي تحت وعملت له اكسور مع اي واحد من الاثنين اللي فوق هحصل على التاني. يبقى انا لو عملت اكسور ما بين الار اوف ان والناتج بتاع الفانكشن ده فكده هعرف ال اوف ان ماينس 1. فانا كده ممكن اعكس السهم ده، يبقى هدخل ال R of n مع الناتج بتاع الفانكشن اللي انا حسبته، فالناتج بتاع الاكسور ده هيطلع هو ال L of n minus 1 اللي انا عايزه. يبقى انا كده من ال L والرايت الجديدة او من ال L n وال R n حصلت على ال L وال R اللي قبله. يبقى نلخص تاني اللي حصل، انا كنت داخل ومعايا ال L وال R وال K، وعايز اعرف ال L وال R القديمة، فالار القديمة هي نفسها ال الجديدة، فعلى طول كده بقى انا عرفت الار القديمة، هدخلها على الفانكشن دي هي والكي بنفس الخطوات بالظبط اللي كانت موجودة في الانكريبشن، وهطلع الناتج بتاع الفانكشن. الناتج بتاع الفانكشن ده هعمل له اكسور مع الرايت الجديدة هحصل على ال القديم. يبقى انا كده لو كنت داخل بال ال 16 وال ار 16 هخرج بال ال 15 وال ار 15، هدخلهم بعد كده تاني اعمل نفس الكلام هخرج بال L 14 وال R 14. هفضل اكرر الكلام ده كله لحد ما اوصل لل L 0 وال R 0، وفي الاخر اعمل له inverse initial permutation زي اللي كانت موجودة في الانكريبشن، هحصل على البلين تكست اللي انا كنت عايزه.